ارتقى اتحاد خنشلة إلى المركز السادس مناصفة مع وفاق سطيف بعد الفوز على جمعية أولمبي شلف بهدفين دون رد سجلهما الهداف بايزيد، وحقق سيسكاوا الفوز 7 مرات مع تعادلين و6 هزائم برصيد 23 نقطة بعيدا عن صاحب المركز الثالث بنقطتين فقط وعن الوصيف ب6 نقاط. جمعية أولمبي شلف أنهت مرحلة الذهاب في الترتيب 13 برصيد 17 نقطة. الحمد لله على الفيكتوار هذه اللي خلصنا بها على الغزالي، كانت ان بون ريزلتا اللي راح تخلينا ان شاء الله نورغانيزيو رواحنا ومن بعد نديرو كيما نقولوا راح نديرو احصائيه تاعنا في الغزالي كامل الروتور ان شاء الله نزيدو نخدمو بها ونكونفيرميو لي ريزلتا هذه تاعنا ونكونفيرميو ان شاء الله المانتيه تاعنا.